برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، والحقيقة في وسائل إعلامية كده بيكون ليها أهمية خاصة جدا، رغم كل التطور التكنولوجي الحادث في وسائل الإعلام، لكن بتظل الإذاعة المصرية بتحظى باهتمام كبير جدا، وخصوصا بقى مع شهر رمضان المبارك اللي دايما بنجتمع حول الإذاعة المصرية وما تقدمه، سواء من خلال برامج، سواء من خلال حتى يعني تراث إذاعي عبر سنوات طويلة سابقة، التجديد اللي بيتم من خلال التوعية الخاصة بكافة الموضوعات. الإذاعة المصرية دايما بتهتم بهذا الموضوع. خلونا نعرف ازاي كمان بيتم توظيف الدراما في توعية الأطفال بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة حول العديد من قضايا المجتمع. علشان كده الإذاعة المصرية في رمضان بيكون ليها اهتمام خاص جدا بهذه الموضوعات. خلونا نعرف ازاي نحافظ على النيل، ازاي نشوف السلوكيات الخاطئة اللي ممكن نواجهها، ازاي نشوف الدراما اللي هيتم إذاعتها من خلال إذاعة البرنامج العام في شهر رمضان المبارك، وخاصة بتوعية المجتمع والطفل من خلال لقائنا. اسمحولي ان انا ارحب بالكاتب الاستاذ محمد هاشم اللي منورنا النهارده ولقب سفير النيل، مش كده ولا ايه؟ لا مظبوط، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. الله اكرم. طبعا انا بيساعدني ان انا السنه دي في اذاعه البرنامج العام من خلال الاذاعه المصريه ان بيكون لي اكتر من عمل. هنبتدي باول عمل، وده عمل جديد وده شكل جديد، هو الست عليا واخطائها اليوميه. ده عمل جديد. ده عمل جديد. خلينا نبدا الاول بالعمل اللي بداته قبل كده وسلسله الاعمال الخاصه بالحفاظ على نهر النيل، وده كان يعني انت قدمته قبل كده بالفعل ومستمر فيه هذا العام. بالفعل احنا مستمرين بعروسة النيل خلاويص. وعروسة النيل خلاويص ده للعام السابع على التوالي، بيقدم مش بس في شهر رمضان، ده بيقدم طول السنه. تمام. مع وزاره الموارد المائيه والري. كان ليا الشرف ان احنا اتعاملنا من خلال وزاره الموارد المائيه والري وتوعيه عن حفاظ على نهر النيل بمراحله المختلفه. كل سنه الوزاره بيبقى ليها هدف بتمشي الوزاره بتحدده، واحنا بنبتدي الكتابات بتاعتنا نمشي على هذا الهدف. كان الفتره اللي فاتت احنا دايما احنا عارفين ان حصه مصر في مياه نهر النيل هي حصه ثابته، لكن المشكله الاساسيه عندنا في اهدار كميه المياه اللي بتوصل لنا. الاهدار ده عن طريق الاستخدام الخاطئ، الاهدار عن استخدام بعض الزراعات اللي ممكن تشرب منتجات ازيد، فممكن نستبدلها بزراعات مختلفه وتؤدي نفس الفايده او القيمه. ازاي نقدر ان احنا نغير من سلوكياتنا؟ طبعا الكبار خلاص، يعني بعتبر ان تغيير سلوكيات الشخص الكبير في الفتره الحاليه بتبقى عاده وتعود عليها وصعب جدا، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نغير من نشأ من اطفال اللي هو الطفل من سن 6 سنين ل 18 سنه، بنحاول نغير من جيل جاي. معنى ان احنا ابتدينا من سنه من 7 سنين، لو في طفل عنده 6 سنين كان بيسمعنا دلوقتي وصل ل 14 سنه او 13 سنه. بالمعنى كده ان انت الفتره دي لو هو بيسمعنا بشكل كويس ان احنا ممكن نغير من سلوك الاطفال ونخليهم ازاي ان هم يقدروا يحافظوا على نقطه الميه. وهو ده المطلوب في الفتره الحاليه، اللي هو تغيير الثقافه لثقافه ايجابيه ولمشاركه، وزي ما حضرتك بتقول كده ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر ما بيتغيرش. تمام. يعني شارك معانا في الفتره اللي فاتت مجموعه كبيره من الفنانين. شارك معانا في بدايه الموضوع الدكتور عادل هاشم. انا هقول كل الفنانين اللي شاركوا معانا ما حدش تقاضى اجر، كل ده عاملينه حبا في الاذاعه وحبا في الوطن وحبا في ان هم يعملوا وده دور كمان لتوعيه المجتمع، يعني لتوعيه الطفل بشكل خاص. تمام. الفنانه علا رامي، الفنانه عبير منير، الفنانه اسرار الجمال، ومجموعه كبيره من الفنانين، واخر حد هيشارك معانا في الفتره اللي جايه الفنانه او العالميه نجلاء. مفيش فنانه بقى. فاحنا خدنا وعد منك النهارده ان انت هتشاركي معانا، لان الدور ده دور مهم جدا. صحيح. احنا كلنا بنقوم بيه لانه ده دورنا ان احنا نخدم. تخيلي ان الاطفال لما بيشوفوا الناس اللي بيحبوهم ايا كان، بيشوفوهم على التلفزيون او بيسمعوهم من خلال الاذاعه او بيشوفوهم من برامج من خلال الدراما المرئيه، فبيأثر فيهم تأثير إيجابي في ظل إن المشاركة ما بين الأطفال وما بين الكبار. يعني الحقيقة ده دور مهم جدا، يعني بنحاول إن احنا يكون لنا دور إيجابي فيه، وإن شاء الله نقدر إن احنا نحقق حاجة إيجابية فيه. السنة دي بقى في رمضان هل في جديد ولا هنتوجه للأعمال التانية؟ لا، في جديد النهاردة، في مع وزارة الشباب والرياضة عاملين
حاجة اسمها الست عالية واخطاء اليومية، وده جاي قوي على الست المصرية. هي ست القصة ببساطة يعني ان الست العالية دي هي ست طيبة، ست مصرية بتتصرف كل التصرفات البسيطة اللي ممكن الست المصرية تتصرفها. يعني ممكن ست وهي بتطبخ يجي لها تليفون فتسرح مع التليفون فالطبيخ يشيط يتحرق. التصرفات البسيطة، بنلقي الضوء على تصرفات بسيطة للست المصرية اللي ممكن بتعملها بشكل عفوي مش بشكل صحيح. مقصود، لكن ممكن تعمل كوارث. صحيح. فالست عالية دي هي عبارة عن بطلتين، ده من ضمن برامج المرأة في إذاعة البرنامج العام مع الإعلامية منى خليل، وبتشاركها البطولة الإعلامية منى بطاح، وبتشاركهم الفنانة عبير منير في مجموعة من الحلقات مع مجموعة من الأطفال. عبارة عن القصة إن كل يوم بنتناول حلقة، وفي كل حلقة فيها خطأ من الأخطاء البسيطة اللي بتتم بشكل غير مقصود. يعني احنا بننبه او بننوه يا جماعه خدوا بالكم في بعض الاخطاء اللي ممكن زي ما حضرتك قلت ينتج عنها كوارث. لو واحده نسيت الاكل على البوتاجاز ونامت مثلا او خرجت او اتكلمت في التليفون، انت ممكن يعني انا عايز اقول ان انت لو حد رن الجرس او جالك تليفون اطفي على الاكل وبعدين ارجعي كمليه. يعني لازم نتنبه لحاجات بسيطه جدا ممكن تحصل. الاشاعات، انت ممكن حد يبعت لنا رساله على الواتس خلي بالك ما تمشيش من الطريق ده، نتنقل الاشاعات بشكل سريع، تك 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 نبعتها لكل اصدقائنا. هل انا تاكدت فعلا من المعلومه اللي وصلتني دي فعلا انها حقيقيه؟ انا ممكن اسبب كارثه. يبقى كل المعلومات اللي بتجيلنا لازم نفلترها كويس. كل يوم في سلوك خاطئ او سلوك سلبي بتنوه عنه وبيتم تناوله. في الاخر خالص المفاجاه بقى ان وزاره الشباب والرياضه محضره مفاجاه لكل المستمعين اللي بيسمعونا خلال شهر رمضان. 30 رحله لشرم الشيخ، 30 رحلة شرم الشيخ لكل مستمعينا. ده من خلال مسابقة يعني من خلال في نهاية كل حلقة. حلقة؟ بعد الحلقات بيبقى فيه المشكلة، فاحنا المفروض ان بيسمعنا هيتناول المشاكل الموجودة اللي عرضناها وهيبعتها عن طريق الجروب الخاص على الفيسبوك الست عليا واخطاء اليومية اذاعة البرنامج العام، ويبتدي يتواصل معنا. وزارة الشباب هتختار 30 رحلة للمتسابقين، كل شخص هيطلع معاه مرافق. دي وزارة الشباب والرياضة عاملاها مفاجأة وهدية من الإذاعة ووزارة الشباب والرياضة لكل المستمعين الإذاعة، ونوع من التشجيع كمان على المشاركة في المسابقة الخاصة بالحلقات. دي مهمة. في حاجة تانية، احنا من خلال الإعلام احنا دايما الشخص اللي بيسمع المعلومة والمعلومة لما بيسمعها ويحس في الآخر خالص ان في جايزة بتتقدم له او في ميزة هتتقدم له ان هو بيسمع، فبيسمع بتركيز اكتر. وزي ده صحيح. ولو فاز بقى هنا بقى الفايدة فايدتين، اولا سمع بشكل ايجابي لانه بيسمع بتركيز علشان يعرف ايه الاخطاء اللي موجودة او ايه التصرف اللي مش سليم، والشكل التاني ان هو في الآخر خالص فعلا بيفوز برحلة. انت عارفة ان رحلات هيئة تنشيط السياحة او وزارة الشباب والرياضة بتبقى بيوفر له كل حاجة، اقامة صحيح. انتقالات، فانت فزت بشكل حلو جدا واستفدت من معلومة. ده مهم جدا. طيب هل في نوع من ان انا مثلا لو انا ما سمعتش الحلقة دلوقتي هل هتبقى نازلة على صفحة الفيسبوك بحيث ان انا اسمعها في اي وقت تاني واشارك برضو؟ هو ده. يعني اتاحة الفرصة حتى لو مش في وقت اذاعة الحلقة على الهواء، لكن انا ممكن على مدار اليوم ادخل على صفحة البرنامج على الفيسبوك اسمع الحلقة واجاوب على السؤال الخاص بيها واشارك في نفس الوقت. احنا عندنا طريقتين، الصفحة الرئيسية لاذاعة البرنامج العام ومن خلال الصفحة الخاصة بالست عالية واخطائها اليومية. عاملين صفحة خاصة للحلقات كلها بحيث ان الاجابات كمان هتبقى موجودة على نفس الصفحة، بحيث ان كل المشتركين بحيث يتم اختيارهم من خلال وزارة الشباب والرياضة، يتم الاختيار متسابقين من خلال هذه الصفحة او من خلال الخطابات اللي هيبتدوا يرسلوها. جميل جدا. بتمنى انها يعني تلاقي نسبة استماع عالية لان هيبقى ليها التأثير الايجابي، وفي نفس الوقت فرصة ان احنا نستمتع بالمناخ والجو الجميل جدا والمناظر الطبيعية في شرم الشيخ. وبيساعدني برضو السنة دي ان انا مع هيئة تنشيط السياحة نعمل حاجة اسمها دراما اسمها يا حبايب مصر. يا حبايب مصر، يا حبايب مصر. ايه بقى؟ احكي لي عنها. قصة بسيطة قوي، عبارة عن فرقة مسرحية، ده بيشاركني الكتابة فيها الصاحب الاستاذ علاء عبد القادر ومجموعة من الفنانين، منى بطاح والفنانة علا رامي ومجموعة من الفنانين، الفنانة سمر علي ومجموعة من الأطفال. يا حبايب مصر عبارة عن مجموعة من فرقة مسرحية. الفرقة المسرحية دي بتحاول إنها تعمل فقرات مسرحية أو أدوار مسرحية، بتختار مسرحية تاريخية وعايزين يعملوها في منطقة سياحية، بس قلة الموارد اللي معاهم معهمش تكاليف إن هم يقدروا يأجروا لبس، فاضطروا إن هم يشوفوا أرخص مكان لتأجير اللبس. ف
فالمكان ده كان مخزن مهجور، صاحبه هو مخرج اتجنن، فراحوا ياخدوا منه المفتاح بتاع المخزن. فعلا اخدوا منه المفتاح وابتدوا ان هم يشوفوا اللبس مناسب ليهم او هيجي على قدهم ولا لا. بس المشكله ان كل شخص يلبس هذا اللبس يتقمص الدور بشكل غير عادي، يعيش الشخصيه صاحبه الزي ده. فمن خلال الدراما هيكتشفوا ان فعلا ان اللبس ده مسحور، وان كل شخص فعلا بيلبس اللبس بيتحول لهذه الشخصيه. الشخصية دي بقى بتكون شخصية تاريخية، عبر مراحل تاريخية، مراحل تاريخية بتحكي قصة تاريخية معينة. يعني عندنا الملكة تي، الملكة تي وتاريخها العظيم، بعديها على طول هي حمت ملكة تي، حمات الملكة نيفرتيتي. فازاي بعديها المرحلة دي، وبعد كده بقى الملك السلطان تومانباي والأهرامات، وبنعدي على مراحل مختلفة، الملكة إياحة ومجموعة جديدة من الملكات والملوك اللي بنبتدي نناقش نشوفهم في مكانهم. هل بتركز على يعني حقبة تاريخية معينة، ولا انت واخدها بس كنوع من استعراض التاريخ، نماذج من الملوك والملكات اللي حكمت مصر؟ احنا الاول تاريخ مصر كبير جدا وعظيم جدا. طبعا. احنا دايما كل الكتاب دايما بيحاولوا ان هم يبرزوا بعض الحاجات اللي موجودة اللي دايما بتتعرض مرة واثنين وثلاثة. فبنحاول ان احنا ناخد ملكات وملوك ما تمش استعراضهم بالشكل الكافي، او ما تمش ان يعني نلقي عليهم الضوء بشكل جديد. بناخد الملك ومكان معاه، يعني لما نتكلم عن الملكه حتشبسوت وتاريخها العظيم، بناخد معاها المعبد اللي بنته، وازاي ان احنا بنقدر نتكلم على مكان المعبد، وازاي ان احنا بنتكلم على تاريخها العظيم. فبنتناول مكان وبنتناول شخصيه. هيئه تنشيط السياحه كل سنه، ده العام الخامس مع هيئه تنشيط السياحه، مستمرين معاها كل سنه في رمضان. وبصراحه هيئه تنشيط السياحه بتعمل قطاع السياحه الداخليه بيقوم بدور كبير جدا لتنشيط السياحه الداخليه، وبرده للمستمعين بيوفر لهم 10 رحلات لشرم الشيخ، ده هديه من هيئه تنشيط السياحه برده شامله الاقامه والانتقالات، على نفس الجروب اللي معمول برده لنفس الدراما اللي هي يا حبايب مصر اذاعه البرنامج العام. انا عايز اقول ان من خلال اذاعه البرنامج العام، او من خلال الاذاعه السنه دي، بتقدم دور توعوي مهم جدا بيفيد المجتمع، ان كان للمراه او للاطفال او كان كمان للشباب، وده دور مهم جدا من خلال ان هم بيقدموا دراما. انت عارفه ان الدراما بتاثر في سلوك المجتمع، وده دور مهم جدا ان احنا نغير أساسي. نبث معلومه ونغير سلوك. تاكيد، وده اللي بنسعى اليه. ودايما الاذاعه المصريه يعني بتمتعنا الحقيقه بالاعمال الاذاعيه اللي بنتلقى من خلالها المعلومه، وبنتلقى الفكره والمشاركه كمان في كافه قضايا المجتمع. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الاستاذ محمد هاشم، نورتنا. كل سنه وانت طيب، رمضان كريم ان شاء الله. الله اكرم، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. وبكده نكون وصلنا مع كل مشاهدينا لنهايه لقائنا النهارده مع حضراتكم. بشكر كل اللي تابعونا النهارده، بكره فريق عمل جديد مع مصر جميله. بشكركم والى اللقاء.